أعظم الأسباب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، التوكل عليه والاعتماد عليه، تذكر الجنة والنار، تذكر الآخرة، تذكر ما أعده الله للمطيعين وما توعد به العاصين، مجالسة أهل الخير، تلاوة القرآن الكريم، قراءة السنة، قراءة كتب الترغيب والترهيب، كتب الرقائق، ملازمة عباد الله الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، عدم استغلال الأوقات، تنظيم الوقت بحيث تجعل وقتا لنومك ووقتا لصلاتك ووقتا لعبادتك الأخرى ووقتا للنوافل ووقتا لأهلك وذويك، يعني تنظم وقتك، تنظم وقتك، فإن الـ 24 ساعة هذه أحيانا تمضي وأنت ما استفدت منها شيئا، تفقد نفسك، ماذا قدمت في هذه 24 ساعة؟ كل ساعة بإمكانك أن تعمل فيها الكثير والكثير، فتنظيم الوقت أمر مهم يا عبد الله. نعم.